من جانبه، رأى رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية النائب جوزيف سليوا أن العراق ذي حاجة إلى اتباع سياسة خارجية متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارتها الجديدة. على سياسة العراق يجب أن تكون سياسة الدولة المتكاملة ذو سيادة مستقلة. يجب أن نبني بيتنا من الداخل قبل ما نتوجه إلى الخارج، لأنه إذا لم نبني بيتنا في الداخل لا يمكن أن نصل إلى نتيجة معينة. فنحن في العراق لا نحتاج إلى أي شيء سوى التفاهم فيما بيننا.